بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الرابعة من تعليم المتوسط، وبدون إطالة مع الوضعية الأولى المتعلقة بالمادة وتحولاتها، والتي هذا نصها يقول: أحضر مخبري محلولا مائيا صيغته الكيميائية الشاردية SN2 زائد زائد 2 Cl ناقص من أجل تحضير غاز الكلور بالاعتماد على التحليل الكهربائي. رقم 1، أعطي الصيغة الإحصائية للمركب الكيميائي المستعمل وما اسمه. 2، أرسم مخطط الدارة الكهربائية للتركيب التجريبي المحقق للغرض. 3، يكون المسريان من الفحم أو الجرافيت، علل. 4، أكتب معادلة التحليل الحادث بجوار كل مسرى. وأخيرا، أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل بالصيغة الشاردية. إذن مع الشطر الأول نعطي الصيغة الإحصائية للمركب الكيميائي المستعمل وما اسمه. إذن صيغته الشاردية هي SN2 زائد زائد 2 Cl ناقص. إذن مثل ما ذكرنا القواعد المتبعة في استخراج الصيغة الشاردية، قلنا أننا نحذف الأقواس كخطوة أولى، ثم نحذف الشحن وإشارتها والإشارة زائد الفاصلة بين نوعي الشاردة، وإذا كانت أرقام داخلية نخرجها إلى الجهة اليمنى. إذن وبالتالي تصبح الصيغة الإحصائية للمركب المستعمل هي SnCl2. ما اسم هذا المركب؟ إذن هو كلور القصدير. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أرسم مخطط الدارة الكهربائية لهذا التركيب الذي يحقق الغرض. إذن هذه هي الدارة الكهربائية المحققة للغرض. إذن لدينا وعاء التحليل الكهربائي أو وعاء فولتا، ومحلول كلور القصدير بداخل الإناء كما تلاحظون، ولدينا البطارية أو المولد، القطب الموجب موصول بأحد المسريين، فيصبح هذا المسرى يسمى المصعد، والقطب السالب موصول بالجهة السالبة أو بالمسرى الثاني للإناء، ويسمى هذا المسرى بالمهبط. إذن نلاحظ كذلك الأمر الآخر أن شوارد الكلور في الإناء تنجذب إلى الجهة الموجبة، وشوارد القصدير تنجذب إلى الجهة السالبة. نوضح ذلك بالأسهم. كما كذلك يمكننا أن نوضح اتجاه التيار واتجاه الإلكترونات في الدارة الكهربائية. لاحظ بأن اتجاه التيار يخرج من الموجب إلى السالب، في حين أن اتجاه الإلكترونات من السالب إلى الجهة الموجبة. ثم قال في السؤال الموالي: يكون المسريان من الفحم أو الجرافيت، علل. يكون المسريان من الفحم أو الجرافيت حتى لا يشارك في التفاعل الكيميائي الحادث لهذا المحلول الكهربائي. بعد ذلك يطلب منا أن نكتب معادلة التفاعل الحادث بجوار كل مسرى. إذن نبدأ بالمسرى الأول وهو المهبط مثلا. ماذا يحدث عنده؟ قلنا كل شاردتي كلور 2 Cl ناقص تنجذبان إلى المصعد، نعم هنا عكسنا، يعني عند المصعد شاردتي الكلور عند المصعد وليس المهبط، يعني عند القطب الموجب، شاردتي الكلور السالبتين تنجذبان إلى المصعد وتفقدان إلكترونين لتتحول إلى جزيء كلور زائد إلكترونين. وعند المهبط يحدث العكس. عند المهبط أي عند القطب السالب تنجذب شاردة القصدير الثنائية لتكتسب إلكترونين متحولة إلى معدن القصدير. إذا نصحح هنا عند المصعد وعند المهبط. إذا صححنا عند المصعد شاردتي الكلور 2 Cl ناقص تتحولان إلى جزيء غاز الكلور بعدما تتخليان عن الإلكترونين الإضافيين أو الفائضين. وعند المهبط يحدث نفس العمل بشكل عكسي، أي شاردة القصدير الثنائية تنجذب إلى المهبط وتستقبل الإلكترونين متحولة إلى ذرة القصدير. نكتب المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية
إذن هذه المعادلة الإجمالية، محلول كلور القصدير SN2 زائد زائد 2Cl ناقص يتحول إلى معدن القصدير زائد غاز الكلور. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية، نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا بسرعة كافية وثابتة أمام وجه وشعة كما هو مبين في الوثيقة. واحد، ما طبيعة توتر التيار الكهربائي الذي نحصل عليه بهذا التركيب؟ أعطي رمزه النظام. ما هي الظاهرة المعتمدة لإنتاج هذا التوتر الكهربائي؟ 3، ماذا تمثل القيمة التي قرأها الفولتمتر؟ 4، لو وصلنا راس من الاهتزاز المهبطي في مكان الفولتمتر، ما الذي نلاحظه على الشاشة عند تشغيل زر المسح الزمني؟ استنتج قيمة الإي ماكس في هذه الحالة. إذن بدون إطالة كذلك نمر إلى الوضعية الأولى أو السؤال الأول في الوضعية، ما طبيعة التوتر؟ إذن فالتوتر والتيار الكهربائي المنتج بهذه التجربة هو تيار متناوب، رمزه مثل ما أخذناه هو هذه النوبة المعبرة عن التناوب. ما هي الظاهرة المعتمدة لإنتاج التيار بهذه التجربة؟ الظاهرة تسمى أو تعرف بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. بعد ذلك القيمة التي قرأها الفولتمتر هي التوتر الفعال أو التوتر المنتج. إذا استبدلنا الفولتمتر برأس الاهتزاز المهبطي فإننا نلاحظ على شاشته منحنى متموج بانتظام، أي الموجة تتكرر بنفس المواصفات بمرور الزمن. يعني فعلا نلاحظ ذلك إذا شغلنا المسح الزمني، أما إذا لم نشغل المسح الزمني فإننا نلاحظ فقط قطعة عمودية. بعد ذلك نستنتج قيمة الإيماكس. إذن مثل ما درسنا إيماكس قلنا على النسبة بين إيماكس وإيفيكاس تساوي جذر 2، أي إيماكس على إيفيكاس تساوي جذر 2. ومنه لدينا في المعطيات إيفيكاس معلومة. إذن إيماكس تساوي إيفيكاس في جذر 2، نطبق إيماكس تساوي 12 في جذر 2، الناتج نجد بالتقريب 17 فولت. نمر إلى الوضعية الثالثة، الوضعية الإدماجية. اشتكت ربة بيت لزوجها من حالة الغسالة الكهربائية التي صارت تسبب لها المتاعب التالية: أولا، الإصابة بالصدمات الكهربائية كلما لمست هيكلها المعدني. 2، صعوبة صرف ماء الغسيل بسبب انسداد أنبوب الغسالة. ما الأسباب المؤدية للإصابة بالصدمة الكهربائية وكيف يتم إصلاح هذا الخلل؟ من أجل إصلاح الانسداد اعتمد الزوج على توظيف التفاعلات الكيميائية فاستعمل روح الملح فتحصل على النواتج التالية: انطلاق غاز يعكر رائق الكلس ومحلول مائي لكلور الكالسيوم، فتم تسريح الأنبوب، حدد طبيعة الغاز المنطلق، ثم اكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية. بعد إصلاح هذه العيوب وصل الزوج الغسالة بمأخذ كهربائي ثلاثي الأطراف ومزود بمصهرات دلالتها 10 أمبير. بين إذا كان ممكنا تشغيل الغسالة في هذا المأخذ أم لا، علما أن استطاعتها يعني استطاعة الغسالة هي 4.4 كيلووات وتغذى بتوتر 220 فولت. ما هو الحل الذي تقترحه عليه في هذه الحالة؟ إذا بالنسبة للأسباب المؤدية إلى الإصابة بصدمة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني للغسالة هي تسرب الكهرباء إليه من الطور بسبب إما، يعني هنا لدينا احتمالين، إما انعدام التوصيل الأرضي في شبكة المنزل، أو سلك التوصيل الأرضي للغسالة غير مثبت في مكانه. إذا كان الخلل بسبب غياب التوصيل الأرضي بالنسبة لهذا التركيب، قلنا إذا كان الخلل بسبب غياب التوصيل الأرضي بالشبكة، فالأمر الذي يجب فعله هو تركيب المأخذ الأرضي وتوصيله بالشبكة في المنزل واستعمال مأخذ ثلاثي الأطراف للغسالة. أما إذا كان الخلل على مستوى الغسالة فقط فيتم تثبيت سلك التوصيل الأرضي في مكانه، أي بهيكل الغسالة. بالنسبة للغاز المنطلق من هذا التفاعل هو غاز ثاني أكسيد الكربون، لأنه قال يعكر رائق الكرس والذي صيغته كما نعلم هي CO2. إذن قلنا مدام الغاز المنطلق يعكر رائق الكلس فهو ثاني أكسيد الكربون الذي صيغته CO2.
بعد ذلك قال اكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية. إذن هو قال استعمل روح الملح تفاعل مع الراسب، هذا الراسب هو كربونات الكالسيوم، صيغته الشاردية هي Ca2 زائد زائد CO3 2 ناقص، إذن يتفاعل مع روح الملح الذي صيغته H زائد زائد Cl ناقص فيعطي لنا قال كلور كالسيوم. إذن محلول كلور كالسيوم صيغته Ca2 زائد زائد 2 Cl ناقص زائد هذا المحلول أين موجود؟ موجود في الماء، ينتج الماء في هذه المعادلة H2O زائد ثنائي أكسيد الكربون. إذا نلاحظ ونتأكد من توازن معادلتنا. إذا في هذه المعادلة نحتاج إلى كل جزيئين من أو كل فردين من حمض الكلور يتفاعلان مع فرد واحد من كربونات الكالسيوم ليعطيان لنا فرد واحد من كلور الكالسيوم وفرد واحد من الماء وفرد واحد من ثنائي أكسيد الكربون. إذا لاحظ لدينا 2H فها هي 2H موجودة، لدينا 2Cl معنا 2Cl، لدينا فرد واحد يعني شاردة كالسيوم أعطت لنا شاردة كالسيوم ما زالت على حالها، لدينا CO3 نبحث عن CO3 إذا لدينا هنا CO2 والO الثالثة موجودة في الماء، إذا المعادلة متوازنة وبشكل صحيح. بعد ذلك نمر إلى السؤال الموالي، حساب شد التيار يعني لكي نبين إذا كان ممكن تشغيل الغسالة في هذا المأخذ أم لا، فالذي يجب علينا معرفته هو إيجاد شد التيار. حساب شد التيار الذي يمر في محرك الغسالة، القانون لدينا نصه كالآتي: شد التيار E تساوي P على E، هذا ما درسناه في السنة الثالثة، E تساوي P على E أي شد التيار تساوي الاستطاعة، استطاعة التحويل على التوتر المطبق على الجهاز. هنا نحول الاستطاعة 4.4 واط إلى كيلو واط إلى الواط، نضرب في 1000 4400 واط تقسيم 220، فإننا نجد الناتج هنا E يساوي 20 أمبير. بما أن الغسالة تحتاج إلى 20 أمبير والمنصهرة الموجودة في المأخذ في طور المأخذ دلالتها هي 10 أمبير، إذا نلاحظ أن 20 أكبر من 10 وبالتالي لا يمكن تشغيل الغسالة في هذا المأخذ كما ذكرنا، لأن شدة التيار التي يحتاجها المحرك أكبر من الشدة التي تسمح بها المنصهرة. وبالتالي عندما يطبق أو يريد تشغيل الغسالة بهذه المعطيات فيحدث انصهار المنصهرة وبالتالي ينقطع التيار عن المأخذ. إذن فبماذا ننصحه؟ الحل المقترح في هذه الحالة يعني لدينا اختيارين، إما توصيل الغسالة بمأخذ آخر يعني ننقلها من هذا المأخذ إلى مأخذ آخر مزود بمنصهرة دلالتها 20 أمبير، أو استبدال المنصهرة التي تغذي هذا المأخذ بمنصهرة أخرى دلالتها 20 أمبير. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.